بتاعت اول المنشورات دي. بس استنى شويه، انت مش هتشتغل. عاود ما قلنا حاجه. الله، ايه في ايه في ايه يا اخي؟ What is your name؟ نعم، What is your name؟ لا ده انا ازهري كلمني عربي، ده انا موت فدائي وما اقولش لغه اعدائي. انت اسمك ايه؟ ها؟ يوسف الجندي؟ انا ما اعرفش حد اسمه يوسف. لاير، انت كذاب. ايه؟ وليه ما يكونش اللي بلغ على يوسف هو اللي كذاب؟ اوكي، جو لوك فور فلايرز ليفلت اند برينج ذيم هير. حاضر، هندور. كمان ورايا منك. لو سيرش ذا هاوس. يلا تعال من هنا. خلاص. Did you find anything? Nothing. What do you mean nothing? Nothing. Go double check again. اوكي، هندور تاني. اقلبوا السطوح حته حته وانا هدور في الشقه جوه. Move it. يوسف الجندي؟ أيوة أنا يوسف الجندي. طمن يا أستاذ يوسف، طمن. أشكرك. لا شكر على وجهك. تمام يا فندم، ملقاش أي حد يا فندم. دورت كويس يا جمعة؟ أيوة يا فندم، مفيش أي حد. أوكي. Let's go, Captain. First combat. Okay, we go. Move it. Come on, go. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يلا يا بطل. يلا يا بطل. شفت يا علوش؟ دلوقتي بس حسيت إن مصر للمصريين وهتفضل طول عمرها للمصريين. سلام عليكم يا لبان. سلام عليكم. تعالى هنا، انت رايح فين؟ قال لي هاجي لك بعدين. قال لي معايا امانه عايزك تهل عم منصور. سلام عليكم. منصور مين؟ انت بتقول ايه؟ منصور راح دهتوره. قال لها طب عم حلفاوي فين؟ وعايز ايه يا ابن عمك حلفاوي؟ ومالك كده مش على بعض؟ لا 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 لا، هو انت هنا يا حاج؟ يا دي النور ويا دي الضلمه ساوي. ولا اوعى تقول حاجه قدامه. ولا بقى ياض يا خسيس يا قليل الاصل، بقى الراجل اللي احنا اكتفت من خيره مخطوف وانت ولا همك كده. يا ريت نعرف مكانه، كنت دبحته. سامع سامع بيقول ايه يا برعي؟ الله، جرى ايه يا حاج؟ ما انت عارف مصعب يا حاج. عارفه، واد سايق الهبل على الشيطانه. تلاقيه عارف الخواجة كرياكو في ايه؟ ما تقول كمان انني اللي خطفت كرياكو يا حاج. يا ضلالي. يا ضلالي. ولا يا ضلالي. خلصت الانسان ولا ما تهلا؟ ولا وبعدين معاك. الله، انت عايز تزعل منك الحاج انا ولا ايه؟ ما يتفلي. وبعدين سيبه بقى، اروح اودي الورق اللي احنا خدناه من كرياكو لاصحابه. ايه؟ قال لي ده عم منصور اهو، عم منصور. اقول لك ايه؟ ما تقول هو بعيد عن الراجل السوي اللي هناك دي، ده اللي معايا ليك حاجه حلوه. ما عادش في حاجه حلوه بعد عرضي مراحل. هترجع له. ورقها معايا في جيبه اهو. صحيح صحيح. يلا يا مصعد. الله، منصور جعلك ايه؟ ما توطي صوتك شويه، شبروه هناك اهو. لك ده يا تاخدك. ايه فيه؟ ايه يا منصور مالك فرحان قوي كده؟ الواد ده قال لك ايه في الراحه؟ ده الواد مصعد بيقول لي انه بعد ما ساب كرياكو هيشتغل المغنوات وعازم نفسه يغني فرح اختي بهاله. فرح اختك؟ هتعمل فرح؟ هو انتوا لاقيين تاكلوا؟ الظاهر انك زعلان قوي على كرياكو يا حاج. زعلان طبعا. امال زيك وزي اللي عايز يعمل علمه وعايز يغني. وانت مالك انت يا راجل؟ يا تعال ضلالي. تعال ضلالي. ضلالي. تعال. ورقه ارضي فين؟ خلصني. في ايه يا ولد توهور؟ دايرين تتودودوا كده وتكلموا بعض من تحت لتحت. اياكم فاكرين ابراهيم اللي بيساندكم ممكن يلعب اشياءكم. الله 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 الله. كلام ايه ده يا حاج؟ سيبه ايه من رعبه بيفضفض. رعبه ايه يا دي اهبل انت؟
اياك فاكر اللي زيك وزي ابراهيم الواحد يعمل لهم حساب مهما مسكوا سلاح ولا لما حواليهم شويه حراميه. حشمه باشي مش لعبه ولا قليل، واللي بيعمله ابراهيم انتم اللي هتدفعوا الثمن. قال يخطف كريات وقال ده ناقص يخطف الباشي والمأمور. مش بعيده، هقول له يعمل لي. تقول له ده مجنون يا حاج، مجنون. مجنون؟ ايه يعني مجنون؟ انت جرالك، انت مش عارف انه لو بلغ انك عارف مكان ابراهيم هيجيبوك. خلونا في ورق يا مرعي. تعال ورق ارض فين؟ معايا في جيبي والتنازل كمان، بس تعالى نبعد بعيد عن الراجل السوي اللي هناك دي. اظن ديت فيها اكلة ظفر يا عم منصور، ولا هتستندل مع مسعاد؟ ليه؟ هو انا شبراوي؟ ايه ده يا مولانا؟ انت هنا؟ ده انا قلت ان هم جم وخلصوني منك بعدين انا ما نمت. ويخلصوك مني انا ليه بقى يا حبيبي؟ دول عايزينك انت يا بطل. يوسف يا جندي، سأسر لك بسر دفين. أنا اللي حصل امبارح خلاني لا عدت نافع في جوازة ولا في كتابة. أنا فقدت كل قدراتي الحيوية مع اللحظات السعيدة التي عشتها بالأمس. لا عيب يا مولانا، عيب ما تقولش كده. ما تخليش التاريخ يا مولانا يغلق أبوابه في وجهك بعدما أوشكت أنت أن تقتحمه. تاريخ إيه وجغرافية إيه؟ ما عرفنا مكاننا خلاص يا زعيم. لا يا علوش، من ناحية اطمن ما تقلقش. أنا هغير مكاني، بس اعمل حسابك الليلة دي بعد صلاة العصر تحصلنا على بيت سعد باشا زغلول في لقاء مهم كبير جدا بنحضر له. اعمل حسابك أنت بقى إن أنا هخلع قبل منك، عشان لو جم ومسكوك تحت بيتي أنا مش موجود. شوف الجورنال يا رب مرة خبر كويس. إيه ده؟ إيه في إيه؟ المندوب السامي وينجت ماشي يا يوسف. قلت إيه يا مولانا؟ يبقى اللي بتعملوه جاب نتيجه يا ابن الجندي. جد انا ممكن اسيبك كده الشهر بحاله واخليهم يقطعوا فيك. الله يا حرام يا سعاده الباشا، حرام وعيب. بعد خدمتي ليك السنين دي كلها اتهان واتبادل بشكلنا من غير مسكنه واثر. سعاده الباشا قال انك انت اللي جبت له اللي اسمه ابراهيم ده، يعني تبقى عارف كل ده خانيقه. أكيد عارف ومخبي. من يوم ما وصل لاسم إبراهيم بالسرايا وإنت ابتديت تخبي عني كل حاجة وبقيت كذاب كمان. ومين عارف بقيت تبع مين فيهم؟ تبع إيه يا سعد الباشا؟ تبع رؤوف ولا عمايم ولا محامي الدجال يوسف الجندي؟ ما تتكلمش ليه؟ رد على سعد الباشا. أهدي بيه، أنا حتفت لك بولادي تربة أمي إني ما أعرف مكان إبراهيم. يا بابا أرجوك أعمل حساب سنه ولا سنين اللي خدمها لك. ثاني مرة يا رانيا قلت لك ما تقربيش من هنا. رانيا هانم، إحنا في موقف صعب ويا ريت تقدري ده. أنتوا فعلا في موقف صعب ومفيش قوة هتنجيكم منه. خلاص يا سعادة الباشا، يبقى نسيبه للرجالة دول وهم هيعرفوا ازاي يخلوه ينطق. لا يا سعاده البيه، لا احنا ما هنقربش للراجل ده واصل. يا سعاده البيه انت بتقول ايه يا شامندي؟ ايوه يا سعاده الباشا، ما هنقربش للراجل ده واصل. احنا شغلتنا ان احنا نحميه، نقتل اي راجل يقف في سكتك ولا يقرب منك. مش شغلتنا ان احنا نعذب راجل كبير شيبه بالشكل ده. ده كلب ومتسطر على مجرم. الراجل ده ما هيكذبش واصل. بيكذب يا شمالي، بيكذب وهوريلك. جد؟ ايوه يا سعد الباشا. اعرف مين يدلنا على الولد ابراهيم غير ابوه الشيخ نعمان ده؟ ما اعرفش. اهو قال لك ما يعرفش. ارجوك كفايه بابا، ذنبه ايه يا عم جاد؟ ولا ذنبه ايه ابراهيم نفسه؟ لسه بتسالي تاني يا رانيا؟ انت مش كنت في المكتب وهو حاطط بندقيته في راسي كده ولا لا؟ ايوه، بس ليه هو عمل كده؟ ابراهيم اول ما جه كان في حاله طيب ومؤدب وخجول، استحمل
استحمل اذيتكم لما ربطتوه كده زي عم جاد. استحمل كل اللي حصل له عشان ما يتسببش في اذيه انسان من بلده. ابراهيم ما كانش جايب معاه سلاح ولا كان عايز يبقى قاتل. كان كل حلمه انه يعيش. يعيش زي بقية الناس ما يعيشها. يتجوز. يتجوز البنت اللي حبها. بدور. لكن كل ده ما حصلش. واحنا السبب يا بابا. صدقني يا بابا احنا اللي وصلنا لكل ده. بدور؟ مين بدور دي يا جد؟ ما اعرفش. لا. تعرف يا جد. عارف. عارف مين بدور دي يا جد؟ رد على سعاده الباشا. مين بدور دي ومين ابوها؟ عشان تجيبوهم هما كمان؟ اه طبعا، عشان يبقوا رهينه في ايدينا لحد ما يظهر اللي اسمه ابراهيم ده. بس عم جد ما يعرفش حاجه. وحتى لو عارف مش هقول، حتى لو كان فيها موتي. خلاص يا سعاده الباشا، مفيش شيء حاضر اقدمه. برافو جد، من امتى الكلام ده؟ شايل مولى انه يكون من دلوقتي. طيب طيب يا جد. هادي امرك يا سعاده الباشا. الراجل ده يتعذب لغايه ما يقطع، والبنت وابوها في ظرف ساعه يكونوا هنا. يا ابني استهدى بالله واعقل بدل ما تضيع السنه عليك. يا حبيبي سافر عشان تشوف دروسك. مش مسافر يا اما غير لما يرجع خالي زقزوق والاستاذ يوسف كمان. قول بقى انك لجاي تذاكر ولا احزنوه. يما اذا كان على المذاكره اطمني، انا هذاكر في الشهر الاخير وهنجح ان شاء الله. انت لا ناوي تنجح ولا ناوي تجيبها البر. انت راجع من البلد مغلول اكتر من الاول وعايز تغرس رجليك فيها تاني. ايه يا وسيم، في ايه؟ صوتك طالع بره. خلاص انا غرب غرب، تعالى اشوف لك حل في ابنك ده. حلو، مفيش اخبار عن خالي زازو ولا الاستاذ يوسف برضك؟ شوف شفت يا بيومي؟ بقول لك ايه يا صاحب، اللي انت تقدر تعمله هنا غيرك ممكن يعمله. ده لو حد يقدر. الباشا والمامور من ساعة خطف الخواجه كرياكو وناويين على شر حيطول الكل. هما هيعملوا ايه يعني اكتر من اللي عملوه يابا؟ وانت مالك؟ مش كفايه اللي جرالك يا اخي؟ وده مين اللي بيخبط الخط الحنين ده؟ شوفي مين يا وسيم، بس ما علقت صوتك. ايه؟ انا رانيا. اهلا وسهلا. اتفضلي يا هاني. اتفضلي. انا مساء. انا مساء هاني. اتفضلي. انا اسفه ان انا جيت فجاه. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. الله يسلمك يا رب. كويس انك هنا. بخير. في حاجه يا ست هاني؟ خطيبه ابراهيم وابوها. ماله؟ اللي شردوا ابراهيم وبيطردوها عايزين ياخدوا خطيبه ابراهيم وابوها يحطوها عندهم رهينه لغايه ما يظهر ابراهيم. رهينه؟ يعني ايه؟ واحنا مالنا مال الكلام؟ مالنا ازاي يا وسيم؟ احنا مش قد الكلام ده يا بيوم. حتى لو مش قد يما ما ينفعش نقف نتفرج. وانا برضو ما قدرتش اقف اتفرج. في عرضك يا هاني، في عرضك. لو تقدري تعملي حاجه مع ابوك الباشا اعمليها، لكن احنا كفايه اللي جرالنا. يما ملوش لازمه الكلام ده. انا كل غرضي ان حد ينبههم يحذرهم قبل ما ياخدوهم. انا بنفسي اروح انبههم واحذرهم. لا لا يا صاد، مفيش حاجه اسمها لا. استنى يا صاد، انا جاي معاك. وانت يا ست هان البيت بيت. انا متشكر قوي. على ايه؟ ده اقل واجب. بالعكس، ده واجب كبير قوي يا ست هان. بس خدي بالك لو ابوك يحس باللي انت بتعمليه ده. صادق عارف ده ما عادش له عندي اي اهميه. عارف يا رانيا. بينا يابا نروح لعم سالم وبدور. يلا يابا. واخرتها خير ان شاء الله. بعد كل الشر ده اكيد هيجي الخير. اسمعني كويس يا هادي، كل اللي اتاخدت منه ارض تلمه، وهبعت لك كشف باساميهم. مع السلامه. هات لي كشف باسماء الناس يا جاد. ولا لسه عاوز تخون؟ ما كرياكو كتب لك اساميهم من اسبوع يا باشا، وحضرتك حطيتهم في المكتب. شفت يا بابا؟ شفت؟ اهل هاني مخرج التاني. خرجت؟
خرجت فين؟ بتقعد تتابع كل اللي بيحصل هنا وبعدين بتخرج. تقصدي ايه؟ اتكلمي على طول. انا قلت لحضرتك قبل كده خليها تسافر على مصر وتاخدني معاها، حضرتك ما سمعتش كلامي. خلاص خلاص روحي انت دلوقتي، واي حد يديك خبر اول ما تذهب. انا طالع اسرع لغايه انا عمال، عايز حاجه؟ ده انت لسه تعبان يا سهل. امال بس يا اخواتي اقعد في الدار كده زي المكسحين؟ طلع شق على الارض بعد اللي جرى للمحصول ده. لو جالك خبر هتقول لي يا سالم. خبر ايه بس يا نعمان؟ خبر واني قاعد مستني ايه دلوقتي غير خبر ابراهيم ابني؟ وبعد هلك بقى يا نعمان، بعد الشر على ابراهيم دي فين البق؟ امال ايه اللي باقي دلوقتي غير طلقه مستنيها الطول؟ يلا الله يهنيك. طب ايوب يا سالم، خير؟ تعال اتفضل خير، في حاجه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو عطوه. في اخبار؟ لا يا عم نعمان مفيش حاجه، اطمن خير ان شاء الله. لا لازم في حاجه، شكلكم كده بيقول في حاجه. سالم خد بدور وامشي دلوقتي من الدار. يا سالم امشي من الدار ليه؟ نمشي من دارنا ليه؟ حصل ايه يا كف الله الشر؟ ما تتخضيش قوي كده يا بدور، بس انتوا لازم تسيبوا الدار دلوقتي وانا هاخد عم نعمان حدانا. لا افهم. مفيش وقت للفهم يا عم نعمان، سالم اسمع كلام، خد بدور وامشي بالدار يلا. عم سالم، عم سالم يا ابو النور ادخل جوه انت دلوقتي يا بدور. اروح فين؟ الدار يا سالم. انا مش حدانا في المار. لا انا اطلع له. يا عم سالم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صابر بقول لك ايه، روح للمأمور قول له ما لقيتهمش. ممكن؟ لا مش ممكن، وانت عارف. لو انت جاي تاخد مين بالظبط؟ صبرك بس يا عم سالم، صبرك لحد ما الغمه دي تعدي، وبعدين انا في النهايه ايه؟ ابنك ابن زفت، انا عبد المأمور. غمه ايه ومأمور ايه؟ انت عايز مننا ايه بالظبط؟ عايزين نانيه ومباشا صابر. انا اللي وديته للباشا الظالم بيدي وسلمته القضاء، خدوني انا بقى مطرحه وانسوا. لا مش عايزين، هم عايزين عم سالم وبنته بدور. انا وبنتي؟ هم عايزينك انت وبدور رهينه عندهم عشان ابراهيم يسهر. سمعتوا؟ عايزينكم رهينه. صابر انت عارف ان ده فتيرة زايد، وسالم وبنته ملهمش ان هم يروحوا يتبهدلوا، كفايه اللي هم فيه. بنتي تروح المركز؟ لا ولو على جتتي. انا اروح. ولا انت كمان يا عم سالم ولا بدور. وبعدين بقى مباشي صبر، انتوا عايزين تاخدوا عم سالم عشان تبهدلوه تاني؟ عشان تبقى عارف بقى اللي حصل مع عم سالم المره اللي فاتت ده ما عداش، لان الاستاذ يوسف الجندي عمل بلاغ بده في النيابه. لا عاد يوسف ولا غيره هيشفع في الهم اللي حط دي كله. انا جاي معاك يا صبر يلا. بابا بابا صادق اتصرف وهرب بدور. يا باشا الورق ده فيه الرهنيه ومعاها ورقة نزع ملكية وتنازل من الخواجة كرياكو، مظبوط كده يا باشا؟ بس الورق ده بقى وصل لك ازاي وامتى وفين؟ في واحد جه رماه على عتبة الدار وجري يا سعادة الباشا. واللي رماه على عتبة الدار وجري، ما تعرفش هو مين؟ لا 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 ما اعرفوش يا سعادة الباشا. طيب خد خد ورقك وامشي من هنا على طول دلوقتي. لا أنا مش همشي، أنا عايز أرضي ترجع لي يا سعادة الباشا. أرضك ده إيه يا جربوع أنت؟ أنا مش جربوع وانا مش همشي من هنا الا ما ارضي ترجع لي. انا معايا ورق مضى عليه الخواجه كرياكو بنفسه يا سعاده الباشا. الجدع ده تجيبه لي على مكتبي يا حضره المعاون وتيجي معاه. حاضر يا فندم. ورق ارضي يا باشا. ورق ارضك ايه؟ انا مش من الصبح عمال اقول لك امشي، كان لازم تعافر. بلاش من واحده ويلا معانا. هو في ايه يا جدعان؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انتوا واخدين حلفاء ورايحين بيها على فين؟ مش تفهموني. يلا يا اخويا الضاف عشان تجيب الورق ونروح للمركز. دار ايه وورق ايه ومركز؟ انا مش فاهم حاجه. ما تتكلم يا ابو ورع. عبد الظاهر السيد جاي هناك اهو، اجري حاته. يلا يا الضاف. انت يا الضاف استنى. تعال عاوز ايه يا غفير؟ مش انا اللي عايزك يا حلو، ده البيه المأمور هو اللي عايزك وعايز ورق الارض. والبيه المأمور عاوز له عايز ورق الارض ليه يا اخويا؟ هناك تشوف. امشي وانا حلفان بالراحه. اهدى في ايه؟ في ايه يا عم بورعي؟ في ايه؟ اهدي. هي السلطه راجعه تلم في الخال ويجرهم عشان الصخره؟ لا يا مسعد، عمله ابراهيم خابت وبيلموا اللي خدوا الورق. وعرفوا منين؟ احنا مش قلنا يخلوا الورق لحد ما يجي سيوسف الجندي؟
الكلام ده ما عادش منه فايده. انت تروح بسرعه تبلغ ابراهيم وتبلغه كمان انهم جروا سالم على المركز. يا نهارهم مش فايد ده، انا لازم اروح وراهم اعرف ايه الحكايه. ده نحس اهديه يا اولاد اهديه. جاي تخش في ايه تاني يا فندم؟ انت يا فندم سالم لسه خارج من المستشفى، وبعدين قبضنا عليه في المره الاولانيه بشكل غير قانوني. ما دام وصل تحطه في الحجز، وبعدين اتفضل تروح تجيب بنته ان شاء الله تقلب عليها البلد دار دار. انا لحد دلوقتي بدور للراجل على سبب مقنع لاحتجازه، تقوم سعادتك تقول لي اجيب بنته كمان ليه يا فندي؟ هو التستر على مجرم طايح في الناحيه مش جريمه؟ ما اتعلمتش كده ما كان معلموك؟ ما هو التستر ده لازم نثبته في الاول يا فندم. عشان نثبته هيكون اللي اسمه ابراهيم ده خلص علينا كلنا. اتفضل يا فندي ارمي اللي اسمه سالم ده في الحجز، وبعدين تروح بنفسك تجيب لي بنته وما ترجعش من غيرها. استنى يا صابر، استنى استنى يا صافي. يا ده بس الدكتور ابوكي مرمي في الحجز ولسه سامعهم دلوقتي في وداني بيقولوا هيبعتوا حد يدور عليك وياخدوك. طب وطي صوتك، وطي صوتك يا واد يا مصر. يوطي صوته ازاي؟ انا لازم اروح لهم دلوقتي يا صابر. تروح لهم فين يا دكتور؟ انت جننت تسلمي روحك ليهم؟ لا مش هسيبها اسلم لهم روحي. بقول لك يا واد يا مصر، عارف بيت خاله وميسه الدايه؟ ايوه عارفه وعارفها، ما شاء الله عليها ست بركه. امي ماتت على ايديها بعد ما خلفتني. ده وقت تهريج برضك يا مسعد. انت تروح وتتاكد انها في الدار وتستناني هناك. ليه؟ هو في حد حداكم بيولي؟ مش وقت اسئله كتير، لما اجي لك هبقى اقول لك. ماشي يا دكتور، انا عشان هخبيك عند خاله وميسه. تخبيني ازاي يعني واسيب ابويا كده؟ انا مش دليتك قبل كده على بيت سعد باشا زغلول وقلت لك روح اسال هناك يا اخينا؟ ما انا رحت هناك كذا مره اسال، الراجل الاسمر قال لي ما جاش لا هو ولا اخوه عوض ولا حد من شلتهم. طب دلوقتي ربنا يفرجها. انا قعدت في مصر كتير والناس هناك مستنيه وانا مش عارف ايه اللي بيحصل. انا ضايص. عايز الحاج بجا، انا لو منك لو حتى عايزهم في ميه المحياه اخد ديلي في اسناني ويا فكيك على بلدنا. هو جرى لهم حاجة؟ إذا كنت عارف حاجة قول يا راجل، قول ما تنشفش دمي أكتر من كده. البلد هنا مرشق مخبرين يا بلديات، دول قلبين الدنيا على سيوسف وأخوه وبيدوروا عليهم في سلقة وملقة. وأنت إيش عرفك؟ سألوا عليهم كتير، وعلى فكرة بقى شكلهم مش هيهمدوا غير أما يمسكوهم. بقول لك إيه؟ روح على بلدكوا أحسن ما يمسكوك أنت كمان. وما قلتليش ليه يا راجل كده من الاول؟ كنت نورني. ما انا كان نفسي حد من شلتهم يظهر جاهز، انت محتاجه في شغلانه مهم، محتاجه في حاجه مستعجله، لكن ها هم غطسانين. وبعدين البلد هنا شايت وشغلانه. امال ليه الجرايد بتقول المندوب السامي ساب هنا وراح على بلده عشان يستشير حكومته في اللي بيحصل هنا؟ عارف يا سي جمعه ده معناته ايه؟ إن تحركات سعد باشا واللي معاه فعالة، يعني جابت نتيجة. بس اسكت ما توديناش في داهية. اسمع أنا ما بفهمش كلام في السياسة، وأنت بلاش تلت وتعجن، والبعدة دول حوالينا هنا كتير. يلا أنت مش قلت لي إنك من بلدهم زفتة غربية؟ يلا روح على زفتة غربية. أنا مش منقول من هنا لما أطمن عليهم. مش يمكن مسكوهم يا سي جمعة؟ فلا لا ولا فلك يا شيخ. الحمد لله ادي الاستاذ خضري وصل. خضر؟ ايوه ده واحد من الشله بتاعه عليك بيه، بس وانت بتساله اوعى تعلي صوتك. استاذ خضر. نعم يا سي جمعه. الاستاذ عايزك في خدمه مهم. بشويش. يا نعم. نعم. بقول لك انا بلديات الاستاذ يوسف الجندي واخوه عوض من زفته غربيه. يا سلام، بقى انت من زفته غربيه؟ ايوه. ما انت تلاقيك عارف كل حاجه. طمني طمني على الاساتذه، ايه اخبارهم؟ انا ما اعرفش اي حد من الاساتذه اللي انت بتتكلم عنهم. وبعدين انت مش من زفته غربيه ولا حاجه، انت مخبر. وانا ما اعرفش اي حد من الاساتذه يا سعاده المخبر. بقى ده شكل مخبر يا استاذ. انا زقزوق البشكاتب بتاع الاستاذ يوسف الجندي ده، ياما جاب سيرتك. ولما انت زقزوق ما قلتش كده ليه من بدري؟ تعال تعال اقعد اقعد ارتاح، هنشرب القهوه وبعدين نقوم على طول. على فين؟ هنشوفهم ان شاء الله، لان في ميعاد معاهم في بيت سعد باشا.
انا قلت اشوف الراجل ده هنا الاول قدامي يا هادي، وتوصلوا لبنته بسرعه لانها هي اللي هتطلع ابراهيم من جحره. لو مش هتقدر يا هادي قول لي من دلوقتي. وريني دماغك يا عم زازوك. يا جماعه مالكوش دعوه بدماغي، انا عايز الاستاذ يوسف. خضر اغسل له راسه بالميه دي يا خضر، على منزل اجيب مطهر من تحت واجي بسرعه. طب يلا بسرعه، يلا بسرعه يا شيخ علوش بسرعه. هو حد كان كلمه؟ ده احنا يا دوب قربنا ندخل بيت سعد باشا وعينك ما تشوف الا النور، الضرب اشتغل ونادي الكلب. وريني دماغك بقى يا عم زازوك. اوعى ايدك بقى، خليني اشوف الجرح ده. يا عم زازوك ده جرح بسيط خالص، اضغط عليه بالمنديل كده لغايه لما يجي الشيخ علوش. طيب كده. طيب حاضر. حاضر. هو سعد باشا كان هيعمل لقاء الليله عن ايه؟ كان عايز يناقش اساليب سلطه الاحتلال ويانا. واتسون اصدر قرار بمنعه يا سيدي. قول لي تعرف مين واتسون ده؟ اعرف مين واتسون ده يا استاذ؟ ده انا بفل الجرايد يوميا واحكيها واقراها للفلاحين. امال ايه؟ واتسون طبعا ده قائد القوات البريطانية، مش كده؟ كده يا عم زازوق. بعدين ما... وبعدين ايه؟ الحكاية مش باين لها سفر بره، والسلطان فؤاد رفض استقالة رشدي باشا رئيس الوزراء ومعلقها، والانجليز شغالين في الملاوعة وجاهزين للضرب زي ما عملوا معايا. وسط ده كله زفت غرقانة في الهم اللي هي فيه، وانا مش لاقي الاستاذ يوسف اللي بيرد عليا ويشد حيلي. خلاص خلي كل الاسئله دي لغايه لما يجي لك. دي شغلنا اهو. الشيخ علوش جه اهو. سابك اليوم وادي القط وادي الشاشه. هات راسك. انت انا نفسي اهرب بس، الاستاذ راح فين؟ نفسي افهم. انت مش قلت انه كان معاك يوسف جاي ولا لا يا شيخ علوش؟ يوسف نزل اسكندريه في مأموريه عاجله. اها اسكندريه؟ يا دي المصيبه. عشان المنشورات يعني؟ كدب خيبه يا بلدينا ما اعرفش. طب والاستاذ عوض؟ مأموريه في طنطا. طنطا؟ يبقى هيفوت على زفته. يبقى عوض هو اللي هيحلها لك. لا لازم الاستاذ يوسف الجندي. نفسي اعرف ايه اللي حصل في زفته خلاك عامل الزنبريطه دي كلها يا عم زقزوق، فهمني. شيء غريب، صرصار زيك انت كان ممكن يوفر على نفسه وعلى البلد المنحوسه دي كل اللي حصل. ايه اللي يخلي مخلوق زيك انت يعاند الاكبر منه ويناطح الجبل؟ مين اللي قال لك ان انت كبير واكبر من اي حد؟ ها؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك ان انت جبل؟ اخرس شهرة. أنا ممكن أدفنك هنا بالحياة. تقدر يا باشا؟ حد قال لك لا؟ تقدر. بس برضه ده ما يمنعش إن أنت خايف من إبراهيم. إبراهيم؟ إبراهيم ده إيه يا حشرة؟ إبراهيم ده اللي أدبك. طيب، طيب. إديني هادي الزفت. يا راجل اسمع الكلام واقعد. لا، مش هقعد ولا في أي حد. عندي داري. حد قصر معاك في حاجة يا ابو ابراهيم؟ ما هي دارنا دارك برضو. لا لا، داري هناك اللي ماتت فيها مراتي واللي ربيت فيها ابراهيم واللي هستنى فيه لحد ما اعرف هيحكم علي بايه يا ربي. خرجني يا ميمة فهمي. السلام عليكم. السلام عليكم. سادق عرفت حاجة يا سادق؟ بدور راحت لابراهيم يلا. بتقول ايه؟ طب اسكت اسكت، ما تقولش حاجة قدام. ايه مالكم؟ سكتوا ليه؟ بتتوشوشوا على ايه؟ في ايه؟ كلموني فهموني. خير خير يا عم نعمان، اطمن مفيش اي شر مس عم سالم ولا ابراهيم. وبدور بدور في الحفظ والصون يا عم نعمان. طب وصلني وصلني داري يا عم نعمان. طب احنا مش اتفقنا انك هتقعد معانا هنا؟ لا ما اتفقناش ما اتفقناش. وصلني وصلني داري يا سادق.
جرأة يا سيبايوم، هتسيبه يروح يقعد لوحده؟ لا مش هسيبه يروح لوحده، أنا هروح معاه وهحاول أقنعه تاني. اقتنع كان بيها، ما اقتنع شيء يبقى براحته بقى. يلا خليك أنت يابا، أنا هوصله. لا لا خلي خليك أنت، أنا اللي هوصله. يلا يا عم نعمان يلا. كتر خيرك يا سعد، كتر خيرك يا سعد، الله يحميك يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. الله يسلمك يا سيدي، الله يسلمك. دبريني يا ماما. خير يا مش عارف أعمل إيه يا ماما، مش عارف. اللي اسمه حشمت ده لما كل الفلاحين اللي اتسرقت أرضهم ورامين كلهم في الحجز، كل ده عشان ياخد الأوراق منهم، وكمان عم سلم حصله. والدور راحت لابراهيم. راحت له فين يا ابني؟ كن راحت له فين يعني يا امه؟ في المكان اللي هو مستخبي فيه. يا دي الدوخه يا دي الدوخه، ده كده الدنيا كلها اتلخفنت يا ابني. ايوه يا امه، كمان الاستاذ يوسف الجندي مش موجود، لا هو ولا عوض اخوه، واللي زاد وغطى خلي زرزوق كمان سافر مصر. دبريني يا امه، مش عارف اعمل ايه. صادق اللي هتعمله حاجة واحدة بس، تاخد كتبك وهدومك وتنزل على مصر عشان تشوف دروسك وبس. ياما ياما بقولك مفيش حد في البلد غيري تقولي لي خد هدومك وكتبك وانزل على مصر. انت يعني هتقدر تعمل ايه؟ تقدر تقولي؟ مش كفاية انهم ما خدوكش انت وابوك لما رحت ورا سالم ابو النور؟ لازم كمان اطمن على رانيا، عشان اللي هي بتعمله ده ممكن يخلي ابوها المجنون ده يتصرف معاها بشكل يأذيها. احنا جبناك للغلب ده يا بدور. يا ريت الغلب يجي على كده وبس يا ابراهيم. انا الغلب اللي انا فيه دلوقتي الخوف على ابويا وابوك اللي هم دلوقتي بعيد عننا ومحدش فينا عارف عنهم حاجه. ما تخافيش، دابت النمله في زفته بيجي لي خبر بيها. ابويا قاعد عند بيومه في عند ابو صادق، وابوك هيخرج ان شاء الله. ابويا هيخرج؟ هيخرج ازاي بس يا ابراهيم؟ هيخرج ولو في اموتي. وانا هيجيني ايه لما تموت يا ابراهيم؟ عايزاني اسيبه؟ اسيبه يتبهدل من تحت راسي واسكت؟ ولا المأمور ده انا لا يمكن اسيبه ابدا يعيش يوم واحد. لا يا ابراهيم اوعى، انت لحد دلوقتي يا ابراهيم ايدك نظيفه ما طلعش دم. اوعى يا ابراهيم تلطخ دمنا بقى في ايديهم يا مطور. ذبحوا حلمي وحلمي في دار واحدة تجمعنا، ذبحوها زي يمامة ضعيفة انذبحت في البحر. ربنا على الظالم والمفتري. طمني يا ابراهيم دلوقتي يعني انت هتعمل ايه بالظبط؟ مش مهم تعرفي دلوقتي انا هعمل ايه، اللي عايزه منك انك تخلي بالك على نفسك وانا بره. ده صدق رياكو انتوا جايبين عشان تقتلوه؟